شرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس اتعب. إذاعة حقوق الناس. مرحبا بالجميع في حصتنا كتاب اليوم. دعونا الأستاذ الدكتور الطيب البكوش للنقاش حول كتابه الذي صدر أخيرا عن دار ليدرز الرئيس لحبيب بورقيبة كما عرفته خفايا اللقاءات حول الأزمة النقابية. وأذكر بأن هذه الحصة هي تتم في إطار شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ومخبر تاريخ الاقتصاد المتوسطي ومجتمعاته. واليوم سنحاور الأستاذ الطيب البكوش، وهو رجل هو أولا الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان، هو جامعي، هو نقابي، وهو رجل سياسة وحقوقي. بالنسبة للأستاذ الطيب البكوش، هو أستاذ جامعي، أستاذ تعليم عالي، متخصص في اللسانيات العربية والعامة، خريج الجامعة التونسية وجامعة السوربون، حقوقي وقيادي نقابي وسجين سياسي سابق بين سنتي 1978 و1980، تولى الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل بين 1980 و1984 على أثر مؤتمر قفصة. هو حاليا أمين عام اتحاد المغرب العربي منذ 2016 بعد توليه وزارة الشؤون الخارجية بين سنتي 2015 و2016. ونعرف أن الأستاذ الطيب البكوش في 2011 كان وزير التربية والناطق الرسمي باسم الحكومة. وأشير بأن الأستاذ الطيب البكوش ترأس المعهد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1998 إلى 2011، وله العديد من المقالات العلمية والكتب والمؤلفات التي أشرف عليها والتي شارك فيها. وهذا الكتاب الذي صيغ في شكل ورقات قدمها الأستاذ فؤاد المبزع رئيس الجمهورية السابق، وكذلك صديقنا المشترك الأستاذ حسن العنابي، وهو أستاذ متميز في التاريخ الحديث بالجامعة التونسية، وشغل منصب كاتب دولة للتربية أثناء تولي الأستاذ الطيب البكوش وزارة التربية في 2011. سأبدأ باقتباس من التقديم الذي قام به الأستاذ حسن العنابي الذي كتبه الأستاذ العنابي، ومنه سأطرح السؤال الأول. يتعرض الأستاذ الطيب البكوش لهذه المسائل التي أدرجها في الكتاب وغيرها في مذكراته باعتباره نقابيا في الصف الأول، فاعلا في تلك الفترة، وجامعيا مهتما بالشأن العام. ما نتبينه هو الدقة في التأريخ للأحداث وكذلك الإحاطة بعديد الجزئيات، ولا عجب في ذلك إذ أنه كان يسجل بصفة منتظمة كل ما يتصل بممارسة مسؤوليته. وهنا السؤال الأول سي طيب، هل كان طيب البكوش يفكر في كتابة مذكراته منذ السبعينات إذ كنت تدون بدقة كل الأحداث، أم أن المسافة الزمنية تعتبر أن المسافة الزمنية اليوم تمكنك من الغوص في بعض الأحداث وإعطاء تفاصيل لأحداث تعلقت أساسا بالفترة التي كنت فيها أمين عام لاتحاد الشغل؟ السؤال بطبيعة الحال دقيق جدا، لأنه الجواب عليه ما ينجمش يكون بنفس الدقة، لأنه ثم عدة عوامل تدخل هنا. وقت إذا سجلت ما كنتش نسجل يوميا في قبل 81، كنت نسجل أشياء تبدو لي هامة، لكن في 81 أصبحت اللقاءات مع الرئيس الحبيب بورقيبة تكاد تكون منتظمة. وأنا تفاجأت وقت الراجع في مذكراتي نلقى معناها اللقاءات نجم توصل قرابة 30 28 تقريب، بين رأسا جلسات تدوم بين ساعة وساعة ونصف
في كثير من الأحيان أو بحضور وزراء كوزير داخلية أو شخص آخر أو أشخاص، أو في الاستقبالات الرسمية في كارتاج أو في المنستير بالمناسبات الرسمية، وقت اللي يقف يتحدث معك والناس تسمع وشنو يقول لك وشنو يقول. ريت أنه وقت اللي نرجع في المنزل في خاصة في الليل نسجل، لأنه نعرف كونه ثم جزئيات هامة نجم ضيع، فكنت سجلهم. تقول لي هل كنت أفكر من ذلك الوقت؟ في الحقيقة ما كنتش عندي برنامج كتابة مضبوط أو مبرمج، كنت بخلي الأمور وقت اللي تواتي. شنو معناها وقت اللي تواتي؟ تم حاجتين، مثلا وقت اللي نلقى حد نسب لي شيء غلط، مؤرخ أو شبه مؤرخ أو صحافي أو شبه صحافي سمع حاجة وقالها وهي غلطة، أو شخص يعرف كونه يحب يسئلك ويكذب عليك ويذكر أشياء يضطرني باش رد عليه لتصحيح، إذا تسكت معناه كانك قابل هذاك. فنرجع لمذكراتي نلقى الحقيقة، نلقاها مسجلة ومبين زيفك الكلام اللي تقال. هذا حدث في كثير من الأحيان، خاصة في شكل من السجال مع المرحوم الحبيب عاشور اللي أنا عمري ولا هجمته أبدا، بل في جميع الأوقات مع بورقيبة ندافع عليه باش يرفع عليه الاستثناء، وبكل شراسة ندافع عليه من منطلق هو يقول لي راو أنت راك تو تدافع عليه وهو ميفكر كان في ضدك وكذا، وقل له أنا راي المسألة أخلاقية ومبدئية، هذا واجبي. فأحيانا إذا استعملت هذا في ردود للمذكرات. وقت اللي جاء الكوفيد العظيم هذا في حياتي أنا ما عشناش كيفه، ناس ممكن قبل في منذ قرون عاشوا أمثاله يحكيوا عليهم ساعات عام كذا وعام كذا وعام كذا وعام الكوليرا وعام ثم يعني أرخوا بها الشعب وعملت تأثير. هذا احنا نعيشه سوا أزمة صحية خطيرة وتمتد الآن، أنا في عندها تقريبا قريب نصف العام ونصف، ولا شيء يدل على أنها ستنتهي قريبا، وكل مرة يحدثون على جيل جديد من والفيروس يتحول إلى شكل آخر ويتلقح زوز فيروسات يطلعون حاجة كارثة أخرى. فوقت اللي لقيت روحي يعني كونفيني يعني مجبر في الرباط مدة أشهر عديدة أكثر من 5 شهور وحدي غادي، والعمل كله الإدارة مغلقة ونخدم مع مساعدية الكل أديستانس عن بعد بالكمبيوترات وكذا. فجبت في بعض أوقات إذا تكون عندك أكثر وقت خارج العمل جبت كراسة مقام صفارو اللي كنت مقيد فيهم صفارو، وظهر لي كونه يجي وقت لما عاش نجم يتقرأ، قلت والله هذه ثروة مش تضيع. قعدت نقرأ فيهم نلقى شيء نسيته، أنا شيء نذكره شيء نسيته، وأشياء هامة جدا قلت هذه ما يلزمش تضيع على المؤرخين ولا على الشباب الجديد والجيل الجديد، يلزم يعرفوها، يلزم تكون مساهمة في حفظ الذاكرة الوطنية بصفة عامة. وهذا مهم سي طيب، لأنه الكتاب أذكر للي مازال ما قراهش أنه الكتاب يعني ورد في شكل ورقات وليس في قالب بيوغرافيا، ربما البيوغرافيا سينشرها سي طيب في إذا تواصلت الأزمة الصحية هذه ربما تنشر. سي طيب سأسألك سؤال عام قبل الغوص في بعض التفاصيل. قلت ذات مرة للرئيس الحبيب بورقيبة لا أحد يستطيع أن يستعمل الاتحاد ضد مصلحة البلاد أو لغايات شخصية، أين تكمن مصلحة البلاد من وجهة نظر الطيب البكوش، وأين تكمن مصلحة البلاد من وجهة نظر بورقيبة؟ بالنسبة لبورقيبة هو يرى مصلحة البلاد بطبيعة الحال أنه يكون ثم دائما تفاهم بين الاتحاد عام تونس شغل والمنظمات اللي كانت تسمى وقتها قومية أو يعني منظمات وطنية.
كبرى والحزب الحاكم يرأس بورقيبة. فكان وهذا علاش كان بكلهم يحط الأمناء العامين أو رؤساء المنظمات الكبرى أعضاء في الديوان السياسي، كانوا أربع منظمات كبار، يعني اتحاد عام الشغل واتحاد نقولوا احنا باختصار الأعراف ولكن الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والفلاحة والمرأة، هذول الأربع منظمات كبرى واللي هما كانوا موجودين من قبل الاستقلال وساهموا في الكفاح من أجل التحرر الوطني. عندهم إذن يعني وزنهم أيضا التاريخي الاجتماعي والتاريخي بصفة عامة، وبالخصوص الاتحاد عام الشغل فضل شخصية فذة كما فرحت حشاد اللي عرف أيضا ساهم في التعريف بالقضية الوطنية في المحافل الدولية، وهو اللي بدأ ينتقل في بلدان شمال أفريقيا باش يأسس اتحاد المغرب الكبير يعني نقبيا باعتبار، وهذا عند هو سابق المحاولات هذه سابقة لتكوين اتحاد المغرب العربي من الدول الخمس، والدور هذا كان عنده مفعول وهو سبب اغتياله. راهو الناس يظنوا كانوا فقط على خطر كان نقابي، لا كان نقابي برك يطالب ويعمل اضراب وكذا ما يقتلوش يسجنوه، اما راهو فيه خطر على الوجود الاستعماري في كامل شمال افريقيا، ولا يجمع لهم في النقابات ويحرض فيهم على انه يساهموا جميعا في تحرير المنطقة كلها المغاربية، رأوا فيه أكبر خطر. هذا علاش اقتلوه، يعني مش فقط لأنه نقابي. هذا معناها الدور هذا دور أعطى وزن كبير للاتحاد عام الشغل، وفي الاستقلال قام قبل وقتها كانت القيادة السياسية كلها في المنافي والسجون، اللي قاد الاتحاد عام الشغل بالخصوص اللي قاد أيضا المقاومة. فهذا علاش كان يعطيه وزن، وبورقيبة يحبك الاتحاد ما يخرج أيضا من سلطته أن يكون يعاونه ولا يستعمله، ولا يعني هو عنده دخل ويرى أنه من حقه مش من واجبه برك أنه يعين الأمين العام شكون ونحي هذا ويضرب راس براس إلى آخره. وهذه الطريقة اللي استعملها باش لأول مرة يجيها من عام مش من حزبه ومش من أي حزب ومستقل عليه وموش مبرمج باش يخرج، كان مبرمج غيره. هذه فاجأته، ولهذا هو كثرت اللقاءات وطوالت زاد قاعد الجلسات أحيانا تدوم ساعة ونصف لين ينسى الدواء متاعه. نسيت الدواء، فهمتي، وينزل ناقوس بيجيبوا له الدواء متاعه. فهو يحب يفهمني يقول لك خطأ، سبق له أنه عرض علي الوزارة أنديركتومه مع ورفضت، قلت له هذا يتناقض مع مسؤولياتي النقابية. يقول لك هذا أنا معجبت، أنا شنو هذا، شنو النية متاعه، حب يفهمك. وأنا كانت فرصة باش نفهم نفسيته أكثر، أنا نحبه ياسر بورقيبة، أنا مش على خطر حطني في السجن ولا طالب لي نائب الحق العام الإعدام كون مش نكره، لا كل حاجة في مكانها. ولهذا بشوية بشوية نجم نقول أنه وصلته إلى أنه يعترف باستقلالية الاتحاد وأنه يحقق شيء طلبته من أجله. لكن راهو يعني مش تقول عن طيبي خاطر، كان مكره إلى حد ما، وذاك علاش الضربة كانت أقوى في الأزمة الثانية بعد سنوات. دوانا نتلاقى معاه في النصف الأول من الثمانينات، الأزمة الكبيرة اللي قاعد نحلو في مخلفاتها هي أزمة 26 جانفي 78، ضرب العام، أول ضرب العام في تاريخ تونس المستقلة. بعد جات الأزمة الثانية، بدأت من أواسط يعني في 85 وتواصلت حتى آخر عهد بورقيبة وبداية عهد بن علي، وهذا موضوع كتاب ثاني. أي بالنسبة للبورقيبة كان الولاء له يمثل الولاء لتونس. بالطبع هو تونس، يعني هو تونس، هو يعني تونس. ليخرج على الخط ما كانش يقبله، ولهذا علاش قلت له هكذا، هو كان يهاجم
بشده بشراسه بحبيب عاشور وكذا، وقل يا ما يعني كانوا كانوا متواطئ مع القدافي ومع المصمودي ومع اللي هو ضد تونس، ضد بورقيبه دونك ضد تونس. فانا نقول له راه حتى حد ما ينجم يستعمل الاتحاد ضد الوطن، هو يطمئن كي تقول له هكا، لانه شنو يقول؟ قلت له نطلب انا مثلا مطالب نتاع، نقول له الرئيس المدير العام تاع المؤسسه الفلانيه راهو يخلق في المشاكل لانه يتصرف تصرف غير قانوني. يعني يتمعقل كي تعطيه امور وحجج وكل شيء يستجيب ولو كان صديق ويحبه. وقعت هذا من غير ما نسميه العباد. أي. أي. وقعت. يعني سي طيب تحملت امان، كنت امين عام النقابه التعليم العالي والبحث العلمي ثم جامعه التعليم، وظفرت بعضويه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في المؤتمر 14 سنة 1977. بون، السؤال هنا حتى نتقدم هو كيف أصبحت أمين عام للاتحاد العام التونسي للشغل؟ وهذا ما رجعت إليه في كتابك، ولكن نريد أن بعض التفاصيل، خاصة أنه كان على إثر أزمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. هو ما كانش مبرمج لا في برامجي ولا في أهدافي، ولا أيضا كان يتوقعوه أي مسؤول من مسؤولين لا في الاتحاد ولا في السلطة. هو أنه بعد ما خرجنا من السجن، نذكر أنا شنيا الملابسات نتاع الخروج من السجن نتاع القيادة، رغم أنه الأحكام كانت بين 5 و10 سنوات بالنسبة للأحكام الثقيلة، ما نتحدثش على 6 شهور ولا على أقل، أما بصفة عامة اللي قعدوا مدة طويلة هما اللي بين 5 سنين و10 سنين. خرجنا بصفة عامة، بصفة عامة في الأغلبية بعد عامين وشوية، عامين وشهرين، عامين وثلاثة كحاجة كنا على دفعتي. بالنسبة للمرحوم لحب عاشور خرج قبل، ولكن حطوه في داره في إقامة جبرية. إذن بدأوا معنا في المفاوضات، فهموا أنه في تونس أن الاتحاد على نصبه المناسبة، القيادة المناسبة ما تحلش المشاكل، بل غير قادرة على أن تكون طرف في مرحلة انتقالية بالنسبة للسلطة أيضا، لأنه انتهت فترة الهادي نويرة، وإحنا خرجنا في عهد محمد مزالي. محمد مزالي أرى أنه من مصلحته أنه يحل المشكلة النقابية، ولكن ما ينجمش يحل هو، ينجم يحلها إلا بورقيبة. وهذاك علاش ساعات حتى على بي دي جي كي بنكلم وزير الداخلية يقول لي هذا ما نجموش، شوف الوزير الأول، نكلم الوزير الأول سي محمد مزالي يقول لي هذا ما نجموش، قول له شكون ينجم؟ قول لي ما ينجموا إلا أنت وبورقيبة بالنسبة لبعض، مش الكل. بورقيبة كيف تقنعوا، هو جريست وأم دلواء يفهم يعني، كيف يقتنع ينفذ، يعمل يعطي تعليمات. ولهذا وقت اللي كنا متفقين كقيادة شرعية خرجت من السجن، كنا متفقين على واحد منا اللي هو أقدمنا ومن المؤسسين والمرحوم عبد العزيز بوراوي، كان ثم اتفاق، وهو معناها كان في شعب من الحزب يعني بطبيعة الحال، والسلطة ترتاح له وهو أيضا يعرف يتفاوض معهم، فكنا متفقين عليه حتى لطمأنت السلطة. حتى قلنا هو المرحلة هذيك في غياب حب عاشور ثم فيتو من بورقيبة عليه فهو الأنسب. لكن في مؤتمر قفصة يعني وقعت عدة أشياء اللي جعلت الأمور تتغير، ونوحلو ويقسم أنه يسحب ترشح متاعه لقام معارضة في المؤتمر. وفي الأخر بعد 4 متاع الصباح وصلنا لحنا السهرة كاملة، ليلة كاملة وإحنا نحلوا المشكل، والمؤتمرين يستناو والصحافيين يستناو
والضيوف الأجانب يستناو. وصلت تستنى الحكومة هبطت بكلها، لأنه من غدوة يعني الفجر ذيك أربعة ساعة أربعة بتاع الفجر هي البرومي مي غرة مي، وما يزمش يفشل مؤتمر. يعني قالوا لي معناته نخرج حكومة كاملة هبطت برئيسها بكلهم الوزراء الكل مش احتفلوا برومي مي، واحنا نحتفلوا بدون أمين عام، نخرجوا بفشل. وعندنا تو 7 شهور نجدوا في الهيكل، 2000 هيكل جددناهم الكل، ما قعد حتى واحد. لزوا عليا اخلاقيا وضغطوا عليا معنويا بشكل كبير باش نقبل. قالوا لي مثلا كان انت تو لانك اصغرنا سنا واكثرنا اصواتا، هذه الحجه اللي استعملوها في الاخر بكل. هي تجب تقول انت صدفه معناها فرضت علي هذا. اي نعرفها انا في ظروف صعبه ولكن تلزم باش قبلتها، اما مش رغبه مني ولا كانت مخطط فيه، وانا قري في الجامعه وعندي ديتاز وعندي واحد ما بنجيبش تفرغ تماما. والتفاصيل موجوده في الكتاب. سي طيب، كيف اثرت صفتك الجامعيه في علاقتك مع النقابين وخاصه الحبيب عاشور؟ حتى أنك ذكرت في الصفحة 110 أنه في ندوة منظمة العمل العربية تساءل البعض كيف يمكن لدكتور جامعي أن يمثل العمال. وعاشور نفسه يوم غرة ماي 1983 نسي أو تناسى أن شعار العمل بالفكر والساعد هو شعار الاتحاد. يعني هذا هل أنه سهل لك علاقتك بالنقابيين وخاصة بالحبيب عاشور، انك كنت عندك قدره انك تفهم حتى النفسيه نتاعهم، ام المساله كانت مرتبطه بثقافه سياسيه ترفض ان يتولى يعني جامعي هذا المنصب؟ هنا لازم ننظروا لها من عده زوايا. اولا بالنسبه وقت اللي حضرت في عمان في اللي تسمى كيما البيتي في جنيف الدولي، هذا هو المكتب الدولي للشغل بتاع العربي في عمان. لأنه علاش قالوا هكاك؟ قالوا كيفاش جامعي دكتور يرأس حزب عمالي منظمة عمالية؟ لأنه في الدول العربية الكل النقابات هي نقابات عمالية، والأصناف الأخرى عندهم نقاباتهم المستقلة خاصة بهم. كل صنف تلقى المهندسين، تلقى بطبيعة الحال نقابة المحامين، تلقى نقابة التعليم، نقابة التعليم إلى آخره. معنا ما فهموش أنه هالمنظمة خارجة على ما هو موجود مألوف أنه تجمع الكل. لكن اللي يعرف تاريخ الحركة النقابية التونسية يفهم من بداية العشرينات في 24 مع محمد علي الحامي شكون كان معه؟ أحمد بن ميلاد، طاهر الحداد، يعني وغيرهم يعني ثم مثقفين كانوا موجودين في الحركة النقابية الأولى وهي جامعة عموم العمل التونسية الأولى في العشرينات، إلا ما ساندهاش الحزب الدستوري القديم وضربها الاستعمار وانفاء محمد علي الحامي. فرات حشاد واخد درس من جامعة عموم العمل التونسي الأولى مع محمد علي، وكذلك واخد درس من تاع القناوية لما نجحتش كذلك في جامعة عموم العمل التونسية الثانية في الثلاثينات اللي تأسست في الثلاثينات، ولا أيضا كانت يعني الحزب الدستوري الجديد قاومها لأنها كانت ترفض أي علاقة أو أي تعاون، تعتبر خبزيست بالقاسم القناوي. كان يسميهم فرات حشاد لخبزيست، يقول يجب نأخذ بعين الاعتبار وجود لخبزيست، مش ناس كل عندهم حس وطني وفهم سياسي وكذا. هذا الجانب. إذن الخاصية هذه اللي تميزت بها تونس ماهيش جديدة، من بداية العشرينات قلت لك بلد أول حركة نقابية وطنية، لأنه ثم نقابات قبل ذاك اللي هي فروع من نقابات الفرنسية سي جي تي وغيرها.
فهذه الخاصية اللي هي جعلت يقولوا هذا. بالنسبة للتوانسة مستنسين نقابين التوانسة مستنسين بأنه بالساعة التأسيس الاتحاد عام شغل نفسه شنو فيه كان تلقى فيه محمود المسعدي وتلقى فيه أحمد عبد السلام والفضل بن عاشور والفضل بن عاشور وتلقى فيه معناها مثقفين كذلك وتلقى اللهم هذا علاش بالسعيد والفكر الاثنين. وفرد حشات كان حريص على وجودهم الكل مع بعضهم وجميع النقابين كانوا يحسوا بهذا. وهذاك علاش مؤتمر قفصة كان عندي أكثر أصوات لأنه صوتوا لي تساترة وصوتوا لي من كل الأصناف لأنه يعرفوا قل لك هذا سيكون قادر على الدفاع على مصالحنا ويعرفوا كان يرافض الوزارات لأنه المرحوم الحبيب عاشور عرض علي أكثر من مرة أن ندخل الحكومة. قلت له لا ما يتناقض مع مسؤوليتي كما قلتها البرقيبة أنا ما دخلتش المسؤولية قبلت مسؤولية نقابية باش نعملها منصة للانتقال مطية لا. ولكن هو طلع بدا يتقلق مني فاش يتقلق مني لأنه يحب شكون وهذا معنى تربية معينة كيما برقيبة في الحزب ما شكون اللي يجي يقول برقيبة لا إما يستقيل ولا يطرده من الحزب ده كيف كيف هو يحب في الاتحاد كيما برقيبة في الحزب فهمتي ولكن مشيش ما نجموش يكونوا فرد. هذا سي طيب سيقودني للسؤال التالي وهو لماذا كان هناك تهيب من التمثيل النقابي الحر من جانب السلطة ومن جانب آخر أيضا من جانب النقابين. وذكرت بعض التفاصيل في عندما تحدثت عن المؤتمر السادس عشر الحزب من 15 إلى 20 ديسمبر 1984 وقلت في كتابك وإذا كنت ذكرت بعض تفاصيل المؤتمر وكواليسه فليعرف الجيل الجديد من النقابيين أن معركة الديمقراطية في الاتحاد لم تنتهي وتقتضي نضالا متواصلا. صحيح صحيح لأنه الاتحاد أنا جميع المؤتمرات اللي أشرفت عليها بدون استثناء ولا دخلت روحي في تعليمات أو توجيهات أو مناصرة شق على شق ألا يختاروه الخدامة ولا الموظفين هذا كان نتعامل معاه هما يتحملوا مسؤولية اختياراتهم. علاش ندخل روحي أنا باش نساند هذا ضد هذا وعمره لكونت فريق كتلة في الاتحاد ويلوموا عليا برشا ناس في هذه يقولوا علاش الناس اللي يسندوك وكيفك كذا ما تكونش منهم كتلة. قلت ما نحبش أما أمين عام الجميع ولا بلاش ما حشتيش أنا إما نمثل الناس كل أما باش ندخل نمثل كتلة لا هذه نقطة ضعف هي للي يلوج على الكراسي ويحب يقعد يموت في الكراسي لم أنا نعتبرها تحمل مسؤولية وقتية محدودة في الزمن وحددتها لروحي وأعلنت عليها كيفاش يلزم تكون ما يلزمش تجاوز كذا دورتين ولا 10 سنين ضد أنه الإنسان يولي يعني مدى الحياة مشيش وهذه غلطة من غلطات برقيبة بنفسه وثم نقابين ماذا بهم مدى الحياة زل لأنهم ترباوا التربية هذيك وهي ماش هي صالحة. تنشوف أنا في نقابات أوروبية متطورة لأنه يعني زرت وتحدثت وزارونا يعني نشوف مثلا أنه المسؤول القديم بعد ما توفى المدة ويجي واحد آخر كي يبدأ عنده خبرة ولو تقاعد ولا ما يشدش داره يولي خبير ويعاون ويقوم ويشارك في المفاوضات لأنه يعني عنده خبرة يولي أكل خبرة يحطها في فيت المنظمة. احنا لا إما مدى الحياة ولا يخرج. والتمسك بالسلطة يجعل الإنسان يقوم بتنازلات قد تكون مناقضة للمبادئ. كذلك هذا أكيد واللي بيع ويشري واللي يساوم واللي موضوع مساومة ولذلك كان أسلوب السلطة هو الإغراء بالمناصب في عديد الأحيان. بطبيعة الحال العلاقة مع بورقيبة سي طيب. بورقيبة كان في كل مرة يبحث عن شق الصفوف صحيح ولهنا ذكرت طرفة في صفحة 111 يعني ذكرت عدة أمثلة
في زيارة الرئيس بن جديد يوم 20 مارس 83 قال البن جديد هذا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وقد انتخبه مؤتمر، أما الآخر ويقصد بذلك الحبيب العاشور فقد تم تعيينه رئيسا تعيينه رئيسا من بعد. مقصود بورقيبة مقصود هذا، يعني لأنه رجوع حبيب عاشور تفرض عليه بأن يشدد صحيح، وهذه هو اللي مش ما فهمهاش وصعبت عليه كيفاش يفهمها. كلك عجب هذايا نجلبوا ليا ونعاونوا ونشجعوا ونشكروا وكذا وباقي شد ويعرف وتخرج له كل مره رفع الاستثناء. هذه دوخته بورقيبة حقيقه، ما لا نحس دوخته، لكن ما حبهاش في الاخر. وقالها بصراحة، قال ذلك صراحة انه علاش انا نحب معناها ندعمه وهو يبحث على المنافس نتاعه. صحيح الا باش يحب ينحي له بقعته ولا يحب ينحي له بقعته، وانا نقول له راهي المساله عندي مش مساله بقعه، راهي مساله مبدا اخلاق. صحيح. بالنسبه للبورقيبة ايضا معناها هناك تاثير لوضعه النفسي وحالته النفسية على القرارات، وكان انفعاليا إلى حد ما، حتى أنك ذكرت في 3 أو 4 يعني مواضع من الكتاب أنه كان يبكي، يتحدث ثم ينفعل ويبكي. صحيح. هو هل كان فعلا يعني هذا تابع الانفعالات وحالة انهياره العصبي، أو كان هو كذلك شخصيته يعني شخص يتأثر فيبكي يعني سهل ما عندوش مشكلة معنا في أنه أنا نتصور أنه هذاك الجانب الإنساني في بورقيبة ست ناترما. أي يعني هو إنسان حساس عنده عاطفة، حب امرأة أيضا وسيلة هذيك حبها وفعلا معناها ثم ويتحدث على هذا علاقاته بصفة عامة، يعني يتأثر وقت اللي يذكر أمه يتأثر، وقت اللي يذكر أبوه يتأثر، شو إذا كان عانوا من أشياء في أيضا المعاناة بتاع المنافي والسجون والحرمان إلى آخره، وقت اللي يذكرها زاد يذكرها، ولكن لكنه صلب شد صحيح مضعفش طلبش العفو شد صحيح لأنه عنده هدف. أليس هدف ذلك أيضا أسلوب تواصل؟ فيه جرب تواصل. أسلوب تواصل عندما تأتي فقط مثلا لطلب شيء ثم ينهار باكيا يظهر لي معش تنجم تزيد معه. هو لا ما ينهارش، تحس دموع يمسح عينيه ويواصل. لا ما ينهارش، أما يتأثر لأنه كانت أيضا له العديد من القرارات الانفعالية. وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن المحيطين به الذين كانوا يحجبون عنه بعض الحقائق. صحيح. وينقلون إليه أخبار منقوصة أو محرفة. صحيح. وهذا كان يأثر على الرئيس، ولكن المحيطون بالرئيس بورقيبة هم الذين مكنوا النظام البورقيبي من التواصل. ربما حتى أنك ذكرت في الصفحة الأخيرة من الكتاب أنه عزلة الرئيس بورقيبة وتلاكمه من وسيلة ونزع عن نفسه كما تقول جميع الدروع الواقية هو الذي مكن الجنرال بن علي من الإطاحة به لحكم البورقيبي. أي صحيح هذا، ولكن أولا لأنه في فترة ضعف ومرض، وفي فترة ضعف يعني إيش معنى فترة ضعف؟ لأنه عنده مرض هو في الحقيقة، هو لومانيا كو ديبريسيف. أيضا لومانيا كو ديبريسيف معروف أنه عنده فترات من الوضوح الرؤية ومن الذكاء ومن القدرة الكبرى على الإنتاج والعمل والأفكار، وعنده فترات بتاع انهيار عصبي كان يعالج فك الفترات هذيك. هذه لومانيا كو ديبريسيف عنده يتميز بهذا، لكن المراوحة بين فترة وفترة مختلفين تماما حتى في حكمه على الأشخاص المحيطين به. يأثر لأنه يتفاعل مع أقوال ولا مع أفعال، وينجم اليوم عين وزير وغدو يقول منين جاء هذا،
هذه فترة ضعفه الأخيرة، معناها ما أكيد أنه أصبح مريض، معناها في شك وكبر به، و يعني خوفوه من الأخوانجية وخوفوه من كذا، وطمنوه ثم بعض من أقاربه المقربين جدا أنه جنرال بن علي خطيته سياسة وكذا وقبضة حديدية وطوى يستتب الأمن وهذا هذا كعلش ارتكب، ما نقولش ارتكب بالنسبة للي هو مش نحيه، تسمى كأنه ارتكب غلطة عمره أنه عينه وزير أول، وزير الأول الدستور كيف تنقح ولا الوزير الأول هو اللي يخلف الرئيس، حلوا الباب بطبيعة الحال. أنا نهار تعين وزير أول قلت مسألت أشهر البورقيبة، تجيبش تعرف أنا نهار مسألت أشهر، ولكن كانت وسيلة ضده كانت وسيلة ضده، لكن خرجها وسيلة طلق أي وولده اللي كان مستشاره طرده، وكاتب الخاص اللي هو من وقت الاستعمار معاه طرده، وقعدوا حد قعدوا كانك أكل حقيقة يعني، يعني بصفة عامة يعني ما غير من الواحد يوصفهم، أما ما هو بشتع نصحاء ولا مستشارين ولا لا، كانوا يغلطوه. بورقيبة لم يكن يرى غير النظام العسكري أو الديني كبديل له، وهذا ما ذكرته يعني في كيفاش لم يكن يرى كبديل لبورقيبة بديل اللي هو إلا النظام العسكري أو الديني. يعني أنا كسؤال، ألم يكن يعتقد قيد أنملة بأن كما قال نافذ 7 نوفمبر بن علي أن شعبنا بلغ درجة من الوعي؟ لماذا بورقيبة هنا في نقرأ الجزء سنتندمون عليه، يعني النظام لأنه نظام لا مثيل له في إفريقيا والبلاد العربية والعالم الثالث، سافروا وقارنوا، شاركوا معنا في الحكومة وقسموا الأموال كما تشون، بعد موتي افعلوا ما شئتم، تريدون نظام عسكري يقتل الناس كما في تركيا. أي هذا قالوا لي أي، لأنه يعني هو يرى ما كانش يرى أنه ثم بديل ديمقراطي أو إمكانية أنه الشعب التونسي يعني يطرح بديل آخر للحكم الفردي متاع بورقيبة أو للحكم الطرح الإخواني أو للحكم العسكري كما في تركيا. هذا هو يعني بورقيبة بذكاء وبكذا وكمش هالمرض وكذلك عنده زادة أكل نخوة العظمة واعتداد بالنفس كبير ياسر، هو لو كان عمل كيسنغار مثلا في السنغال أنه يخرج هو لبس عليه ويسهل الخلافة متاعه ويقعد رمز ويقعد مرجع كان يكون أفضل نهايته من أنه في إقامة جبرية 10 سنين، لأنه في إقامة جبرية واقع فالنهاية معناها ما هيش باهية، ما خرجش بار لغراند بورت بورقيبة. وبن علي وقت اللي قال بلغ كذا ما هوش مؤمن بهذا، هذيك مؤمن بها شي برر خطاب نعرف أنا خطاب. في ثور الفدل يعني هي النخبة السياسية لأنه في طوى أنا قاعد نخدم على فترة بن علي نكتشف أشياء زادة كثيرة. أنا قابلته يمكن في الجملة في بالي 3 مرات لنذكرهم اللي هم مهمين، لكن أبقى روحي العلاقات يبعث لي مع ناس يبعث لي مع وزراء استدعاني أكثر في مناسبات في لقاءات نلقى حديث معه كثيرة، معناها مادة زادة غزيرة، ولكن كيف نشوف التصرفات مع معارضة مع كذا ما كانش أيضا ديمقراطي بطبيعة الحال. هو قال تولد ديمقراطية وبيان 7 نوفمبر الاستهلاك لكن ما تطبقش، واحنا وقت اللي رينا كونه ما هوش قاعد يتطبق وقاعد يبعد عليه، وقت عملناك العريضة، مش عريضة هي رسالة شخصية، هو سماها عريضة أما هي رسالة شخصية، بعثنا له وقتها اتفقنا عليها أنا وعياض بن عاشور وقلنا باش نبلشوا حدا نصحوا فيه جميعين 20 وبعد درسات 18 وبلغنا هالو. هنا ذكرني بالمقال الذي كتبه هشام جعيت بعد، وكان أول مقال وقعت سنسرته ومقال آخر أيضا لأم زياد، حيث بين بأنه هذه الديمقراطية اللي يحكي عليها بن علي والمشروع للديمقراطية كان كذبة، وكان ذلك أول مقال تقع سنسرته
نسيت انا اسم المجله ما ويرحمه سي هشام توفى اول هي. اول وحده هي بتاع ام زياد وهشام جعيد في الراي اي احكيها لي بالتفصيل المرحوم حسين بن عمار قال لي وقت اللي جابته لي المقال قال لي عجبني برشا قلت خلينا نعملوا تيست شرناه قال كيف منعوه فهمت روحي راه ما عادش باش تكون الراي كيما مستانس مش تكون حتى اقل من قبل فهمت حتى قبل كانت نوع من المعارضه اللي بورقيبه قابلها الى حد ما أي. لانه بورقيبه وقت اللي قالوا له راهو جماعه احمد المستيري والمجموعه اللي تسموا لي ليبرو وقتها حرورين يحبوا يعملوا مجله جريده الراي وديمقراسي بالفرنساويه قال لهم مش يكتبوا اكثر من الشعب من جريده الشعب خلي اعطيهم خد جريده الشعب كانت هي المعارضه وقتها النقد بتاع سوء تصرف النقد كل ما هو سوء تصرف كل ما هو يعني اخطاء من طرف مسيرين تاع مؤسسات ولا وزراء كانت الشعب التراج بتاعها وصل ب 92 الف في الوقت سي طيب موقفك من محاكمة الإخوان عبرت عنه في لقائك مع الرئيس بورقيبة يوم 13 أكتوبر 1981 ولكن أنا معناها نقرأ جوست أني تابعت المحاكمة في وسائل الإعلام فلم أرى من التهم إلا المناشير والاجتماعات السرية وهما في نظري من الحريات العامة ونحن كنقابيين حكمنا محاكمة سياسية في 1978 ولا نريد أن نرى في بلادنا محاكمات سياسية للطلبة أو لغيرهم من أجل الأفكار والرأي المخالف يعني المقارنة سي طيب مع كل احتراماتي لنا يظهر لي لا تجوز كيفاش بين المحاكمة متاع النقابيين والمحاكمة متاع الإخوان لأنه المشروع محاكمة النقابيين نوع الإخوان لهنا كان عندهم مشروع شوي. آخر شوية انا نحكي شنو انا حكيت شنو قال لي وزير الداخليه اي قال لي نتاع انقلاب ونتاع شنو نتاع عنف وناس تحب يعني تعمل انقلاب بالعنف قلت له المهم تكون محاكمه عادله توفر فيها شروط مش كيما محاكمتنا احنا ما كانتش عادله طالبنا الاعدام اخذت عملنا ضرب ولو ضرب عام بهم لكن الحرق والواحد لو قاعد كل ميليشيات اللي تثبت فيه مش ماهمش النقابيين وهذا انا متاكد منه وبعد المحاكمه محاكمه حشم معناها كلها مفبركة الوقع بالنسبه كان شديت عليهم سلاح كان شديت عليهم اعمال عنف كان شديت عليهم شيء وقتها نحكي عندك الحق طبق عليهم القانون اما تجي تهم هي تقول له اجتمعته في النهار الفلاني والا خرجت المنشور الفلاني بالنسبه لي اللي يخرج منشور عبر على راي والا عمل اجتماع باش يتشاور في حاجه هذه حريه عامه فعلا ما تجيش تقول لي هذا مخالف خرقت القانون اذا كان قانونك جائر ما نجيبش نقبله زاد شو تمنعني انت من التشاور مع الناس ولا تمنعني من التعبير على راي فهمت هذا موقفي وثانيا الطلبة أنا كنت أستاذ في الجامعة وفي نقابة التعليم العالي عركتي مع الوزراء بتاع التربية هو على خط الطلبة وقت اللي فكوا لهم هربوا لهم بالليورن في مؤتمر قربة هربوا به تساترة لأنه خرجت أغلبية من اليسار ولا عملوا إيجاد ما عادش تمثل الأخرين عملوا كوب والتي هي معناها بروفيزوار مؤقت حتى لين يجي مؤتمر ولات قسمت الجامعة قسمت أنا وقت اللي نتقابل وصل باش وزير من وزراء قال لي معانا أنتم ولا مع الطلبة قلت له معاكم ولا مع الطلبة احنا مع الحق الطلبة عندهم الحق باش يكون عندهم نقابة مستقلة مثلهم علاش تحبوا تفرضوا عليهم أنتم والمحاكمات اللي وقعت بسبع سنين وبخمس سنين لجماعة الباكت وجماعة العام التونسي وقتها كانوا تسماو شنو على خاطر مناشير على خاطر عبروا على رأي انتقدوا السلطة هذه حريات حريات عامة هذه علاش قلت له أنا محاكمات سياسية
احنا ما عادش قابلين احنا تحكمنا محاكمة سياسية، لان نسبونا ان نحب نقلب النظام بضرب كلام هذا. أنا ولهذا هي كانت سياسية، والدليل على ذلك أن المحكمة العادية قالت هذه مش من مشمولاتي، ولو عملوا محكمة استثنائية أم دولة. فهمت؟ أي. سي طيب، من مظاهر الصدام بينك وبين الحبيب عاشور رئيس الاتحاد هي شفافية المراقبة المالية للاتحاد، مسألة تعيين أبناء النقابيين على رأس الخطط الإدارية في الاتحاد، وكذلك تكوين لجنة المرأة العاملة. هذا اللي يهمني بالأساس، لماذا لم ينفتح الاتحاد في تلك الفترة وحتى بعد ذلك على المرأة وتشريكها في يعني في أنها تكون قيادية نقابية، ونعرف أن المسألة مازالت موجودة إلى حد اليوم. يعني هذه المنظمة العريقة بالنسبة يعني للتمثيل المرأة فيها، مش في نحكي في المكتب في القيادة العليا، غير متوفرة. وعلاش لا اليوم انه في تونس ما نشوفوش امرأة على رأس الاتحاد؟ هل يمكن ان يكون ذلك يوما ما؟ بطبيعة الحال في اوروبا موجود، في فرنسا موجود، شنو ما لي فيلتر في تونس؟ شنو ما ثم العقلية القديمة هي أنه العمل النقابي، المسؤولية النقابية هي للرجال مش للنساء. فهمت؟ النساء يكونوا في هنا في هنا عندهم نقابة، يبدأ معمل بتاع خياطة ولا حاجة عندهم نقابة أساسية هكا ويزيهم نقابة أساسية، وهذا مش معقول. أما اللجنة المرأة العاملة اللي كونتها إلى اليوم موجودة راهي لجنة المرأة العاملة قعدت، ما نجموش نحيوها، لأنه يعني تكونت عند النساء العاملات بالفكر والسعد إرادة أنه تكون عندهم لجنة بتاع تفكير بتاع في شؤون المرأة، في حقوقها، في في الدفاع لحقوقها، في المطالبة بالمساواة إلى آخره. لكن ما نجموش إلى حد الآن أنهم يفرضوا التناصف في القيادة مثلا، ما نجموش إلى حد الآن. إحنا ها قاعد بقي حتى في الحكومة ما تلقاش التناصف. فش التناسب حتى أقل من ذلك. أي معناها مازال هذا مازال يلزم تطوير عقليات. أي وانفتاح أكثر على يعني الواقع، إنه المرأة اليوم أصبحت موجودة يعني في كل، يعني هي امرأة كادحة، وهي امرأة يعني تشغل مناصب يعني في القضاء، في الطب، في المحاماة وغير ذلك، وحتى مسؤولية إدارية عليا، وفي بعض الوزارات يعني أثبتت النساء قدرة كبيرة على القيادة. إلا أنه اليوم حتى الاتحاد يبدو أنه يلزم يقوم بمجهود أكثر في هذا الاتجاه. فعلا هو يلزم يعطي المثل، سي طيب، يوم 19 فيفري 1984 بعثت منظمة نقابية منشقة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي الاتحاد الوطني للعمال التونسيين UNTT بقيادة المرحوم عبد العزيز بوراوي. يعني يمكن أن نرجع لتلك الفترة وهي مرتبطة بطرد نقابيين والتسلط الذي مارسه المرحوم الحبيب عاشور، لكن اليوم المسألة تطرح من جديد. في الجزء الثاني من السؤال، ما هو موقفك من التعددية النقابية؟ شوف، بصفة عامة وخاصة في بلادك بلادنا ولا في بصفة عامة، لكن في المطلق أنا مع منظمة نقابية واحدة، لأنه مصالح عمال واحدة. توك تقول لي أحزاب تم رؤى وبرامج نجم تختلف، أما بالنسبة لي اللي يمثل العمال معروف هي مصالح مادية ومعنوية، دونك ماهوش بتاع يعني اختلافات سياسية. ما ثماش، ما تنجمش، فاش مش يجي الاختلاف في الطرق العمل اللي يكون ديمقراطي واللي يكون ماهوش ديمقراطي ويحب يتسلط ويحب يفرض روحه. تنجم تتوجد نقابة منشقة إذا كان ما ثماش ديمقراطية، تجبر الناس ديمقراطيين أنهم يخرجوا يعملوا حاجة أخرى. في هذيك بالذات بتاع اللي جبتها لي UNTT بقيادة عبد العزيز بوراوي، هي في الأصل المنطلق كانوا مظلومين، لأنه وقعت بروفوكاسيون وما هيش مقبولة،
وخرجوا. كي خرجوا قاع طردهم، ما يجيش زاد سمحهم وصلح، ما كانش تم هالاراده هذه. وهذاك علاش كي كونوها، ولكن السلطه شجعت ايضا عاونت على الانقسام كيما عاونت قبل على الانشقاقات. وبعد تالي بطبيعه الحال هذيك نعتبرها من الاخطاء الخطيره اللي ارتكبها المرحوم الحبيب عاشور، قسم ضعف ضعف الاتحاد. وهذاك علاش وراو قلتولو كما قلت لمزاني، قلتولو راك اذا تواصل في التصرف هذا راك مش تضر روحك وتضر الاتحاد وتضر البلاد، لانه يعني تضرب انت منظمه رقابيه ضعفها تضر البلاد زاد، ضر روحه فعلا دخلوه للسجن، وضر الاتحاد تقسم ولات منظمه اخرى، وضرر البلاد لانه دخلت في متاهات. وزيد في فتره ضعف بورقيبه وكذا وقع محمد مزالي بعثت له ايضا مع احد من وزير مقرب ليه وزير التربيه، قلت له راك اذا كان مش تضرب الاتحاد وتشد بونتو في حب عاشور تحطه بالحبس، راهو بعث لي بورقيبه باش يخليك تضرب ومش يدور عليك انت بعد كسر. وما زادش اشهر راهو نحاه ولا هارب وكذا. ما يتعظوش الناس من التاريخ، ما يتعظوش بالاحداث. علاش هام جدا الناس تقرا التاريخ، تقرا شنو وقع، تقرا الاسباب وشنو شنو اللي وصل لهذا. وبالاضافه لهذا انا علاش وليت مهتم بهذا، زوز اسباب زاد اللي جعلتني متحمس اني نواصل، كان حين ربي نكمل الفتره الكل هذه ما قبل الثوره وما بعد الثوره. هو اولا اني قاعد نقرا في شي كتبوه ناس في الغالب قليل شكون عنده الحس النقابي النزيه، اما تمجيد وتقديس والا تحطيم وتناسي وتجاهل. وخلط بين المنظمه النقابيه والتصرفات الفرديه لبعض الاشخاص. بالضبط. هذا ماهوش تاريخ. وهذا اللي مش يبقى اذا كان تبقى هذه برك النظره هذه، كيما الانسان زاد اللي ينظر الكاس ما يراه كان نصف الفارغ تبدا متناصفه، ولا ما يراه كان نصف المليان. الاثنين غالطين. شوف الفارغ وتقول علاش هذاك فارغ، وتشوف النصف المليان شنو ولا ماليه. تكون موضوعي. ما تدخلش عاطفتك الشخصية في هذا. إذا كانت تحب تكون نزيه وتخلي الأجيال القادمة، هذا عامل. العامل الثاني هو أني قاعد نشوف الأوضاع المتردية متاع بلادنا توا السنوات هذه، ونفكر في أسبابها. نلقى ثم امتدادات سابقة. ثم امتدادات سابقة. ما تنجمش تفصل فترة على فترة. كل فترة فيها إيجابياتها وفيها سلبياتها، يجب تذكر الحقيقة شنو هو الإيجابي وشنو السلبي. بن علي شيطنوه عنده إيجابياته وعنده سلبياته. بورقيبة ما خلاوش البعض معناه قل تحياء شو يقولوا عليه. أي. بورقيبة عنده كثير من الإيجابيات لتونس، عنده بعض السلبيات في شخصيته في كذا وفي بعض تصرفاته في اخر عمره بالخصوص. وما زال يعني هناك مجال للبحث، وانا نعرف انه سي خليفه شاطر سيصدر قريبا بيوغرافيا حول بورقيبه، خاصه في الفتره الاخيره ربما سيقدم لنا تفاصيل ويمكن ان تثري المعرفه التاريخيه تلك الفتره. وهناك معناها كتابه التاريخ هي كتابه متجدده، وكل ما تخرج حاجه كما كاية تعطينا قراءة. قراءه وجهه نظر اخرى. سي طيب الوقت يمر، بقت لنا 5 دقائق، اما نحب نسالك على المساله الفلسطينيه. ذكرت في الصفحه 117 بعد يعني كنت ذكرت بعض التفاصيل عما نعانيه في بعض المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية، لأننا كنا وحدنا من بين النقابات العربية بينما لإسرائيل ونقاباتها حلفاء كثيرون. صحيح. هذا في السيزن، معناها باش نحط صحيح. المسألة في سياقها. في يعني في تونس نعرف التزام الاتحاد العام التونسي للشغل المبدئي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، يعني المتواصل إلى اليوم. ونعرف حتى في أوسلو
يعني الأمين العام ذكر معناها الرجعة للعباسي وقتها، ذكر معناها رجعة للقضية الفلسطينية وذكر بحق الشعب الفلسطيني في حقوقه، إلا أنه معناها شنو السبب اللي تكون النقابات يعني لا تفهم، مش لا تفهم يعني تتعاطف مع المحتل أكثر من أنها ترى بأنه هناك ضرورة أنه الشعب الفلسطيني يتحصل على الحقوق متاعه. أولا السعي أنا ننظر له، هذا اللي كنت أقوله في المحافل الدولية وقت نثير القضية الفلسطينية سواء كان في البيتي وإلا في البرلمان الأوروبي وقت استدعاني على الموضوع هذا، هو أنه راهي قضية الشعب الفلسطيني قضية حقوق إنسان وشعوب. هي يجب ننظر لها من زاوية أنها حقوق إنسان وحقوق شعوب مهضومة. حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره وتحقيق الحرية وتمتع بالحرية كما الشعوب الكل، وفي نفس الوقت أيضا ثم الإنسان الفلسطيني لأنه ثم فلسطينيين يعيشوا في إسرائيل أيضا. ولكن اللي ضعف القضية الفلسطينية ضعف كبير هو الانقسام. منظمة التحرير تضم مبدئيا الكل، ولكن عندك فتح من جهة وعندك حماس من جهة أخرى، فصائل مختلفة، هذا ما نجموش ينسقوا ما نجموش يتفاهموا، لأنه هاك تشوف حتى الانتخابات يوخروا فيها لأنه كل واحد يحب يكسب طريقة، وفي نهاية المطاف هالفرقة هذه خسرت القضية الفلسطينية بكلها وخسرت الشعب الفلسطيني. يعني الانقسام ديما راهو مش باهي. سي طيب، مخبر تاريخ الاقتصاد المتوسطي ومجتمعاته سيهديك مجموعة كتب صدرت في المخبر، سأبدأ يمكن ستهمك كثيرا. لهنا هذا كتاب الأستاذ المنصف باني، المجتمع المدني في تونس من 1880 إلى 1956، الجمعيات مثال. باهي برشا. هي الكتاب الأول. سي محمد مما يدل على انه تونس اي المجتمع المدني نتاعها عريق عريق. لهنا سي محمد الطاهر استاذ التاريخ القديم بالجامعه التونسيه اشرف على كتاب مؤلف جماعي اسمه غيري ريليجيون دون الموند بونيك، فهمتي، وهذا ايضا صدر عن مخبر تاريخ الاقتصاد المتوسطي والمجتمعات، يعني منشورات جامعة تونس. تاريخنا القديم. صديقتنا وحضرت في مكانك منذ أسابيع الأستاذة فاطمة شلفوح، الإدارة والموظفون السامون التونسيون من 1880 إلى 1956، وقدم هذا الكتاب الأستاذ محمد العزيز بن عاشور. هذه ذكرني في كتاب منير الشرفي وزراء بورقيبة. أي هذايا عدد من كراسات المنتدى، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يصدر مجلة وقد أشرفت على عدد العدد الثالث وهو الالتزام وفك الالتزام، وشارك في هذا العدد نخبة من الأساتذة الجامعيين كما الأستاذة حياة عمامو، الأستاذة مليكة الولباني وغيرهم من الأصدقاء. هذا كتاب أيضا صدر عن دار نيرفانا وأشرفت على إنجازه، وشارك فيه يعني زملاء مغاربة من تونس والمغرب والجزائر ومن فرنسا كذلك، اسمه ميغراسيون ميديترانيان دو موين اج ان جور انستيتيوسيون ايليان سوسيو، وهو كتاب اهديناه للصديق الاستاذ محمد شارف. وكتاب اخر ايضا اشرفت على انجازي، هام جدا ها باش تهزهم الكل. سي طيب، هذا كتاب اخر يعني اسمه اسباس ميديترانيان 19e-20e siècle, administration, représentation et mobilité, hommage au professeur Abslem Ben Hamida, ouvrage coordonné par moi-même et Si Bachir El Yazidi, oui, préfacé par Jacques Frémont, membre de l'Académie. هذه سي طيب مجموعة من الكتب نهديها لك، وتشرفنا بالمقابلة هذه وهالتيمونياج، وندعو الطلبة والباحثين اللي يهمهم تهمهم الفترة هذه أنهم يطلعوا على هذا الكتاب وما سيصدر أيضا في القريب في الفترة التي تليها. هكا سي طيب، إذا توصل يظهر لي كل عوايم كتاب إن شاء الله. شكرا سي طيب، بارك الله فيك. كلمة الختام ربما يعطيك الصحة وإلى لقاء قريب. بارك الله فيك. شكرا، ربي يعينكم. عايشك.